رقصة التانجو، رقصة أصبح اسمها مرتبطاً بالأرجنتين، وتعتبر الرقصة جزءاً من التراث الثقافي الأرجنتيني، خاصة بعد أن وضعتها منظمة اليونسكو العالمية على قائمة التراث العالمي لعام 2009. بعد ذلك بدأت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس تنظم مهرجاناً سنوياً عالمياً لعشاق رقص التانجو. كان آخرها مهرجان هذا العام والذي اختتم للتو وجاء تحت عنوان مهرجان غران ميلونغا للتانجو. المهرجان عبارة عن سلسلة عروض لرقصة التانجو تقدم على مدار أيام المهرجان على خشبة مسرح. يجتذب المهرجان الآلاف من السياح حول العالم من عشاق هذه الرقصة، يأتون إلى بوينس آيرس للاستمتاع بالموسيقى والرقص على أنغامها. نحن المنظمون للمهرجان نشعر بالفرحة العارمة عندما نرى قوة رقصة التانجو وتأثيرها على الناس من كافة أنحاء العالم. المتابع لهذا المهرجان يرى أشخاصاً من كافة الأعمار يستمتعون بهذا الحدث السنوي وهم يؤدون رقصة التانجو كل على طريقته. تعود جذور رقصة التانجو إلى نهايات القرن التاسع عشر، حيث كانت بداياتها فيما عرف ببيوت الدعارة المنتشرة في الأحياء الفقيرة من العاصمة الأرجنتينية، ثم بدأت تنتشر وتكتسب شهرة عالمية إلى أن أصبحت مصدراً لجذب السياحة للأرجنتين. سمح حمدان، بي بي سي.